اللي أعطوني فيها كل شيء باطل. أيوة. نديها. غضب حول عودة الشاب بلال لإحياء حفل نهاية السنة في المغرب. كاين غير الله اللي يقدر على هاد الناس. وفي فرنسا انتشار فيديو لدوحة ذاكر تتبادل الشتائم واتهامات غير أخلاقية. وبعد مرضه المفاجئ فرنش مونتانا يخرج عن صمته، فهل فعلا تم تسميمه في المغرب؟ وهل سيعتزل عصام كمال الغناء؟ صعب أن الفنان يلقى الطريق ديالو. ومعلومات حصرية عن سبب غياب نعيمة سميح ليلة تكريمها. وكيف مر أول حفل سعد المجرد في السعودية؟ وما سبب غياب حاتم عمور عن موسم الرياض؟ طريقة باش غنطلع شنو غنقدم ما يمكنش نجي ونزرب. وزوجته هند حديث الجمهور. نقول لك هند تازي كنموت عليك. مساء الخير، حلقة فيها أحداث كثيرة، والبداية مع الغضب العارم الذي رافق إعلان الشاب بلال لإحياء حفل نهاية رأس السنة في المغرب، مستنكرين حضوره بعد أن أساء سابقا حسب تعبيرهم للمغرب. فجمهور كوتون لا يزال يهاجمه لحد الآن بعد سخريته من الجنسية المغربية في برنامج بثته إحدى القنوات التلفزية الجزائرية من سنوات. فالشاب بلال سيكون ضيف إحدى القنوات في نهاية رأس السنة، وفور تسريب الخبر انهال تعليقات كثيرة رافضة لحضوره، معتبرين أن الأخير سبق وسخر من الجنسية المغربية في برنامج على إحدى القنوات الجزائرية، وتكلم بطريقة غير لائقة حينما سأله مقدم البرنامج عما إن كانت له رغبة في الحصول على الجنسية المغربية مثل الشاب خالد، فرد باستهزاء: كل الجنسية مغربية اللي يعطوني فيها كل شيء باطل. أيوة. نديها. وعلى هامش مهرجان جوهرة من شهور قليلة اعتذر للمغاربة، وفسر الأمر بأن التصريح تم تأويله ولم يقصد في كلامه الأصلي الإساءة إلى المغرب. هناك من تقبل الاعتذار، وآخرون لحد الآن لم ينسوا تصريحه المستفز، معتبرين أن الشاب بلال يريد جمع المال في حفل هذا أو بالأحرى الدرهم المغربي، واعتبروه أنه لا يحب المغاربة كما قال، ومنهم من رحب به رغم كل شيء. بلال جماهيرته كبيرة في المغرب، وتصريحه رغم اعتذاره وإن أخذ منح آخر على ما يبدو لن ينسى بسهولة. أما ضحى ذاكر التي شاركت في أحد البرامج الغنائية أحدثت ضجة بعد انتشار فيديو لها تتبادل الشتائم واتهامات مع فتيات يعملن في ملهى ليلي بفرنسا. وبهذا الفيديو عادت ضحى للأضواء بعدما كانت تحتها من خلال برامج عديدة للهواة كاستوديو دوزام وإكس فاكتور، لكن سرعان ما اختفت، فالفيديو المتداول يظهرها وهي تتشاجر مع أربع فتيات أخريات بملابس قصيرة، بالإضافة إلى شاب أجنبي يقال أنهن يشتغلن معها كمغنيات بأحد الملاهي الليلية بفرنسا. فهم تبادلوا السب والشتائم والاتهامات القبيحة قبل أن يتطور الأمر إلى عراك وتبادل الضرب، ما جعل الشرطة الفرنسية تحل بعين المكان للقيام بالإجراءات الأمنية اللازمة بعد توصلها بما حصل. وإحنا تواصلنا مع ضحى لمعرفة المزيد من التفاصيل، ولكنها لم ترد. وفي ظهوره مؤخرا بعدما مر بوعكة صحية خطيرة، فرنش مونتانا صدم الجمهور بسبب مرضه المفاجئ. فرنش صرح أنه تم تسميمه في المغرب، وتساؤلات كثيرة عن من له الهدف في ذلك. فمرض فرنش مونتانا انتشر بشكل كبير في صحف عالمية، وأسباب مرضه كانت مجهولة حينها، ولكن في لقاء فرنش الأخير قال أنه هو الآخر لم يعرف ما حدث له بالضبط، فهو سافر مع والدته لأفريقيا لأنها لم تزور بلدها لأكثر من 20 سنة حتى تلتقي بعائلتها وأصدقائها، لكن يعود سبب مرضه كما قال أنه في أفريقيا كيستعملوا الأرواح وأمور غريبة للتأثير على الناس. وكيظن أن داكشي اللي وقع عليه تماما لأن شخص ما أعطاه أكلة أثرت على صحته، ووصف ذلك بسحور. لدرجة أن الأطباء قالوا له أن جسمه يعاني من جفاف فائق وأن ذلك غير طبيعي وكان يقدر يؤدي إلى وفاته، لذلك تم الاحتفاظ به في المستشفى لأربع ليالي متتالية. كما قال أن ما وقع له ناتج عن السهر وعمله وسفره الدائم زيادة على ما تناوله.
الكثر استغربوا هذا التصريح الصادم، وهو لم يذكر أبدا اسم المغرب وكان يقتصر على ذكر أفريقيا بالمجمل. هو دائما فرنش كيكون حديث السوشيال ميديا. وفي السوشيال ميديا فيصل عزيزي منشورات دائما ما تثير الجدل، واخرها بعدما نشر فيديو لستروماي من موازين واستغرب من تصرفاته التي تقبلها الجمهور الحاضر. فهو وصف ان جزء كبير من المغاربه مزدوجي الشخصيه والتعليقات تباينت، لكن تعرض لهجوم كبير. بوستات لم تكن عاديه بين صور مختلفه الى رسائل مبطنه، فهو كتب ان لستروماي احيا حفله بموازين وحط أحمر شفاه أمام مئات الآلاف من المغاربة والكل كان يصفق ويحيي، وأضاف: من هذا المثال نستنتج ماليا أن جزء كبير من المغاربة مزدوجي الشخصية ومتناقضين، وتخيل لو فنان مغربي قام بنفس اللقطة فسيرجم حتما بالحجارة والقارورات. وقال أن المغربي يقف تفتحه في حدود مغربي آخر. هناك من وافق فيصل الرأي وهناك من خالفه، حيث علق أحدهم: ماشي إلى كانوكا منك صفقوا عليه، راه على صواب، راه الحلال بين والحرام بين. لكن البعض كتبوا أن هذه أغنية كيغني فيها بدور امرأة وبدور رجل، لهذا طبيعي ينقل لقطات من الكليب على المسرح. وآخرون قالوا له إذا كان بغي يدير نفس الشيء. وتساءل أحدهم: علاش كتقلب دير تصفية الحسابات مع الصحافة ولا مع شي حد آخر؟ كمل وخلي التاريخ يكتب عليك، يلا كونسونترا مع الخدمة ديالك وبركة من الهضرة. كما أن فيصل نزل بوست كتب فيه: لأن الصحف لن تكتب أي شيء في الموضوع، فنعلمكم أن خالدات فرقة كلمة وأيضا بعض الأغاني الخاصة متاحة الآن على جميع التطبيقات الموسيقية. أما عصام كمال فهو نزل أيضاً بوست يسأل جمهوره عن إمكانية استمراره في المجال الفني، فكيف كانت ردود متابعيه؟ بعض المرات كنسول راسي واش حياة الفنان مازال عجباني واش باغي نكمل فيها، واش مازال عندي ما نعطي للجمهور ولا الله يجعل البركة. أسئلة كثيرة محيراني. هكذا وجه عصام كمال لمتابعيه في السوشيال ميديا رسالة مليئة بالتساؤلات، بدايتها توحي إلى شعوره بالانزعاج من الوسط الفني، أو ربما فكر في الاعتزال والابتعاد، وعاد عن قراره بعدما كتب: لكن فاش كنتلقاكم في الشارع كنعرف من نظراتكم من حبكم وتشجيعكم بأن الجواب هو نعم. فمنهم من طالبوه بالابتعاد عن الفن ونصحوه بالتوبة، وآخرون اعتبروا أن الفن محتاج لفنان أمثاله. وتساءل البعض عن سبب هذه الرسالة طالما يمتلك الجواب، وهناك شكوك أنه كان يمر بحالة نفسية متوترة جعلته يعيد حساباته، وقد تكون بعد انفصاله عن زوجته كما يروج، بعدما وضع صورة لابنه وكتب: هارون يساوي الحب. وفي لقاء سابق كان رفض يتكلم لنا على عائلته، كما أنه أعلن أنه سيبدأ مرحلة جديدة مختلفة فنيا. وفي لقائنا الأخير معه قال: والحمد لله، يعني راه من الصعب أن الفنان يلقى الطريق ديالو ويشق واحد الطريق اللي اون فوا كتسمعوه كتقول هذا الفنان الفلاني فلاني. وقد تكون بداية عصام كمال في التغيير بإزالة القبعة التي لازمته أغلب فترات حياته. وسعد المجرد هذا الأسبوع كان أول حفل له في السعودية، ولم يمر مرور عادي ابتداء من التذاكر إلى أجوائه. وعلى الرغم من الحملة التي أطلقها عدد من النشطاء السعوديين للتعبير عن رفضهم استقبال سعد المجرد على مسارح الرياض، نفدت تذاكر الفئة الخاصة بكبار الشخصيات والتي بلغت قيمتها أزيد من 10 ملايين سنتيم مغربي، والتذاكر من 500 درهم إلى 1000 كانت سولد أوت أيضا، رغم أن بيع التذاكر كان مناصفة مع مريم فارس لما لها من جماهيرية أيضا في السعودية. كما أنه سيكون أول حفل لسعد بعد غياب 3 سنوات عن إحياء السهرات الغنائية، وبحضور الآلاف من جمهوره على خشبة مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض. هكذا أطل سعد، فهو كان متوتر في البداية وقد يكون أمر طبيعي بعد غياب عن إحياء للحفلات. فهو غنى أغلب أغانيه الناجحة، كما ظهر بأكثر من إطلالة وكان تجاوب من جمهوره. ففي موقف طريف طلبت منه إحدى الفتيات تنزل، ولكنه قال: كما أنه كان ترند في تويتر المغرب تحت هاشتاغ سعد المجرد في موسم الرياض.
ولإرضاء جمهوره ارتدى علم المغرب بجانب علم المملكة العربية السعودية. واش خلال تكون انطلاقة جديدة لسعد خصوصا بعد ما سيدخل لعالم التمثيل مرة أخرى؟ المسلسل الذي سيقوم ببطولته أطلق عليه عنوانا مؤقت وهو كارت أحمر، حيث سيشارك معه نجوم من سوريا، لبنان ومصر، وسيكون نجم مصري في هذا العمل مفاجأة للجمهور، والبعض رجح محمد رمضان للصداقة الكبيرة بينهم. فمحمد رمضان أصبح أكثر نشاط في المغرب، فهو نشر فيديو مع متر جيمز وعلق: جاري التحضير لأقوى حفلة في المغرب مع متر جيمز ونجوم المغرب. وسلمى رشيد ستعيد تجربة التمثيل كذلك من خلال سلسلة بعنوان زهر الباتول، ومن اللوك من الواضح أنه تاريخي، ويمكن سلمى تشجعت على التمثيل مرة أخرى بعد إعجاب الجمهور بدورها في فيلم قلبي بغاه. أما الممثلة نجاة الوافي فظهورها بعد تبرئتها من تهمة الخيانة الزوجية التي لاحقتها كان مفاجأة بعد غياب 6 أشهر. فهي نزلت هذه الصورة التي يغلب في عينيها حزن مع تحدي، وكتبت بما معناه: انهض وابتسم. وقد يكون نتيجة ما عاشت نجاة الوافي بعدما تم إيقافها رفقة المخرج سعيد خلاف في شقة بالدار البيضاء بعدما اتهمها زوجها بالخيانة، وتصدرت عناوين الصحافة وأصبح اسمها لصيق بالفضيحة. إلا أن المحكمة قضت مؤخرا ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، وغادرت أرض الوطن نحو كندا استقرت فيها منذ سنوات. ونزلت أيضا فيديو في السوشيال ميديا واختارت البحر يمكن لترتاح نفسيا مما طالها مؤخرا من اتهامات. كنتمنى أنها تكون تخطت هذه الأزمة. وطالما هي في الميدان الفني ستكون معارضة للشائعات. عموما أخبارنا كثيرة، ولكن بعد الكويك نيوز. هذه اللقطات هي من قولة من عندي أخي مسلم. مغني راب يدعى هاو اتهم مسلم بسرقة كلمات آخر إصداراته من أغنية قديمة له. لكنه لا يتوفر على حقوق الملكية الأدبية والفنية لتوقيف الأغنية. يعني ما عندي من دير من غير أنني نهضر على حقي. ويبدو أن أمل صقر أيضا ستبقى حديث الجمهور لفترة طويلة، ففي ستوري على إنستغرام كتبت أن المشاكل الجنسية تسبب معاناة للطرفين معا. واعتبر كتر أن أمل تلمح إلى أن السبب وراء انفصال زوجها مسلم عن طليقته راجع إلى مشاكل جنسية. عادل الميلودي وزوجته حديث الجمهور بعد اعتقالهما يوم الخميس بالقنيطرة بسبب تبادل الضرب والجرح مع مغني آخر كان رفقة زوجته، وتم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية. عادل الميلودي قدم شهادة طبية مدة عجزها 27 يوم، في حين الضحية قدم شهادة طبية تصل إلى 35 يوم، ومن المنتظر أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة للحسم في مسار القضية. تهم عديدة وجهت للممثل عمرو واكد بالتحريض ضد الدولة المصرية وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية. فتهمة الخيانة العظمى تلاحق عمرو واكد منذ إعلانه عن معارضته للتعديلات الدستورية الأخيرة في مصر. البلاغ مفاده أن عمرو واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحفية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، مضيفا أنه يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات ويعتبر أداة منفذة في أيدي تلك الجهات. وأشار إلى أن الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها وينقل صورة مغلوطة عنها بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وإثارة الفتنة في المجتمع المصري. وطالب صاحب الدعوة في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار لعمرو واكد بإخطار الأنتربول الدولي لإدراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. حد هيلخص البلد في شخص أو في سياسات شخص هو اللي بيهاجم البلد. وعمرو واكد دائما ما كان كينزل تغريدات يعلن فيها عن معارضته، وهذه السنة يبدو أنها لم تكن جيدة عليها. صحيح، ولم تكن جيدة على ما يبدو على نجوم كتر، واللي كانت سنة 2019 سنة طلاقهم ونهاية لحياتهم الزوجية، وأشارهم سمية الخشاب.
فهي صاحبة أعنف طلاق بعد اتهامها لأحمد سعد بالشروع في قتلها، بينما احتفظت شيري عادل بصداقة طليقها لدرجة السير معا على السجادة الحمراء في مهرجان ألجونا، كما تم إعلان طلاق حالة شيحة من زوجها الكندي عقب إصرارها على خلع الحجاب والعودة إلى الوسط الفني، كما كشفت عن اتفاق على تقسيم رعاية أطفالها بحيث تبقى البنات بصحبة الوالد. وبنفس التوقيت أعلنت شقيقتها هنا انفصالها عن أحمد فلوكس عقب زواج لم يستمر أكثر من 9 شهور ورفضت كشف الأسباب، كما كشفت نجمة The Voice مروة ناجي عن طلاقها بعد تعرضها للتعنيف. يحسبوه إزاي؟ وأعلنت زوجة عمرو سعد انفصالهما دون أن يصرح هو بأي شيء. نادين جيم أعلنت هي الأخرى طلاقها ولكن بطريقة حذارية. وغدير السبتي وأحمد الفردان تطلقوا بعد زواج دام عام ونصف. وسناء عكروت طلقها من محمد مروازي أيضا كان ترند. فمنهن من لبسن اللون الأصفر ابتهاجا بالمناسبة وتأكيدا لمقولة كل ما تتطلق تحلو. ونجوم آخرين يحضرون للعام الجديد وتحديداً للموسم الرمضاني، فمسلسل يسرى الجديد استقر صناعه على اسم ذهب عيرة ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل. لكن أحمد السقا أصبح رسمياً خارج هذا الموسم بسبب انشغاله بفيلم العنكبوت والذي يواصل تصويره في الوقت الحالي مع منى زكي وظافر العابدين. أغلب المنتجين كيراهنوا أن تكون إيراداتهم عالية، والآن مع البوكس أوفيس الأمريكي. هذا الأسبوع البوكس أوفيس الأمريكي كعرف نزول فيلم الأنيميشن فروزن للمركز الثاني بإيرادات فاقت 366 مليون دولار ونصف. أما المركز الأول فكعرف دخول جديد لفيلم المغامرات الكوميديا والأكشن جومانجي The Next Level واللي هو تكملة لجومانجي Welcome to the Jungle واللي كانت تطرح سنة 2017. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy? وبالتزامن مع عرض الفيلم التحدي الذي أطلقه داوين جونسون اجتاح السوشيال ميديا بهاشتاغ جومانجي تشالنج، وجاء عبارة عن القفزة الشهيرة للذروك من السماء عقب فشله في الاستمرار داخل اللعبة والعودة مرة أخرى. ولقي إقبال كبير من قبل المتابعين الذين حرصوا على خوض التحدي، والفيديو شاهده أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة. Let's see you guys take this challenge to the next level. أما توم كروز فكشف عن البوستر الدعائي لفيلمه الجديد توب غان ميفريك والمقرر عرضه منتصف العام المقبل في دور العرض السينمائي. أما أنجلينا جولي تواجه اتهاماً بسرقة فكرة فيلمها إيترنالز والذي سيعرض في عام 2020، حيث اتهمتها الكاتبة أنتوانيت أبامونتي بسرقة فكرتها والتي عرضتها عليها من قبل. أنتوانيت أبامونتي طلبت من خلال فريقها القانوني أنجلينا جولي بتعويضها مالياً عن فكرتها، حيث تدعي أنها صاحبة العمل وأنها هي من أبلغت جولي بفكرتها التي سرقتها وأعطتها لشركة مارفل لإنتاجها دون الرجوع إليها. فكرة الفيلم قائمة على أول بطلة خارقة للصم من خلال فتاة تقرأ الأفكار وتدخل إلى العقول بعد أن فقدت قدرتها على السمع. وقالت صاحبة الدعوى القضائية أن أنجلينا جولي تبدو وكأنها تريد أن تساعد العالم، ولكن الكثيرين لا يعلمون أنها فكرتها وأن جولي سرقتها. وأضافت أبامونتي أنها عملت لدى أنجلينا جولي لمدة 3 سنوات لتعليم أبنائها لغة الإشارة، بل أنها ادعت أن أنجلينا جولي كانت تعاملها معاملة سيئة وعنصرية. أبامونتي تعمل منتجة وممثلة أفلام، فعرضت بحسب تصريحاتها على أنجلينا جولي الفكرة، ورحبت بها أنجلينا وظلت تسألها العديد من الأسئلة عن الشخصية، ولكنها فوجئت بعد ذلك بالفيلم. لكن سلمى حايك عبرت عن سعادتها بالتعاون مع أنجلينا جولي بفيلم إيترنالز وكتبت مشيدة بتواضعها: أشعر أنني محدودة. وسلمى دائما ما كيشيد الجمهور بجمالها وهي في عمر 53 سنة. أما مادونا صاحبة 61 عام فكاميرات الباباراتزي رصدت العلاقة العاطفية التي تعيشها مع راقص فرقتها الاحتياطي صاحب 26 عام. فالمطربة العالمية شهدت في أوضاع عاطفية مع راقصها الاستعراضي أحلى ملك ويليامز في منزل ابنتها لوردس ورجل غامض آخر. وظهرت مادونا في الصور من شرفة فندقها الفاخر وترتدي قميص أسود اللون قصير وبدون ميك اب، وقد يشير إلى عمق العلاقة التي وصل لها الثنائي في التعايش مع بعضهما حسب الصحف. الراقص الذي يصغرها ب 38 عام أكدت مادونا أنها في علاقة جادة معه، بينما يتخوف أصدقاؤها المقربين الذين أبدوا قلقهم من الرجال
الأصغر سناً والتي دائماً ما تحب الارتباط معهم. ولكن مادونا تعيش تحت شعار الحب لا يعرف المستحيل، فهل يبادلها فعلاً نفس المشاعر أم هي علاقة عابرة ستنتهي قريباً؟ وإلى كوريا، فالممثل آهن جاي هيون انتقد بشدة على تمثيل السيء في مسلسل حب فيه عيوب، فكثر وصفوه أنه بالغ في أدائه وآخرون يقولون أنه طالما كان تمثيل سيء. تعليقات قاسية كثيرة هاجمته، فهو استأجر شقة صغيرة لنفسه حتى يركز على تمثيله خصوصا في هذا الدور، لكن ما الذي ركز عليه بالفعل؟ وآخرون كتبوا أنه بعدما تحطمت صورته الرومانسية لا يمكنه الاستمرار بمثل هذه الأدوار بعد الآن. لذلك ما هي أنواع المسلسلات التي سيشارك بها؟ أيضا هناك من هاجمه بعدما تخلى عن زوجته بمجرد أن بدأ في تحقيق النجاح في مسيرته المهنية، وقالوا له لن يكون أمامه إلا الهبوط والانحدار من الآن فصاعدا. وآخرون ربطوا مسيرته المهنية بأكملها أنها كانت تتمحور حول كونه كان زوج جو هاي سون التي أعطته شهرة كبيرة. عموماً هي كتبقى مسألة أذواق، وآيلي عادت من خلال إصدارها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة سويتر. وحنا غادي نبقاو في الإصدارات ولكن العربية. جديد جابر الكاسر، دوزي لو كان جا قلبك، حاتم عمور علاش يليل. ألف مبروك لحاتم عمور صدور آخر أغنية من ألبومه، وإحنا طبعاً كنا معه في إطلاق الكليب. الحفل كان مختلف، وحاتم عمور وزوجته هند التازي سرقوا الأضواء من جديد، وهكذا كانت الأجواء. فكانت ليلة مليئة بالمحبة، فحاتم عمور كرم كل من اشتغل معه في ألبومه. شرف كبير أنكم حضرتوا معنا اليوم في هذا الحفل اللي فرحت به بالعائلة ديالي الصغيرة والكبيرة، كل الطاقم اللي نجح معايا في هذا الألبوم. زوجته ومديرة أعمال هند التازي تألقت في الحفل، ورغم مرضها كانت مهتمة بأدق التفاصيل. الحمد لله آخر سيوز ديال الشيميوثيرابي دارت اليوم الصباح، مع ذلك مسكينة وقفة معنا ووقفة على ليفينمو باش ينجح. وهو أعلن عن حبه لها أمام الجميع. كنقول لك هند التازي كنموت عليك، شكرا بزاف على المجهود ديالك، الله يطول عمرك. فحنا سألنا حاتم عن حالتها الصحية. هاد الشهرين الأخيرة في راديو تيرابي غادي تعاني شوية، ولكن غتكون نهاية إن شاء الله لأي حاجة خايبة في حياتنا. وفي كليبو الجديد علاش يليل شفنا حاتم ممثل مرة أخرى. درنا غير واحد تيست في هذا الكليب، والحمد لله كاين أصداء أنني ممكن نمثل مزيان، كنتمنى يثقوا فينا المنتجين الكبار. فممكن حاتم يدخل مجال التمثيل مرة أخرى، لكنه يبحث عن إنتاج ضخم. العروض اللي كتجيني مرة مسلسل كذا، أنا ما كرهتش فيلم سينمائي ضخم، غادي نبقى غادي الا ما كانش انتاج ضخم نقدر نتقاتل ونديرو. تساءل كثر عن سبب غيابه لحد الان عن حفلات موسم الرياض. كاينين مكالمات من السعوديه، وانا كنشوف غير الطريقه باش غنطلع شنو غنقدم، ما يمكنليش نجي ونزرب، فانا كنتسنى لو بون مومون باش نقدم شي حاجه تشرف المغرب والعالم. سعد المجرد بارك الحاتم على اغنيته علاش يليل، وهو الاخر من بالفن يبارك ليه عن اول حفله ليه بعد غياب. الله يكمل عليه بخير، كنقول له سعد مبروك رجعتي للمسارح العربيه، يعني اي حاجه كتزيد بالفن المغربي القدام ما يمكن اننا نصفقوا ليها، برافو سعد. خايف نقول عييت وانا يا عاد بديتو يا. كل توفيق لحاتم وبمزيد من النجاحات، واللي لن تقدم أي جديد هي نعيمة سميح، واللي اختفائها أقلق محبيها، وهذه معلومات حصرية بعد ما تواصلنا مع ابنها شمس للإطمئنان عليها. كثر من جمهور نعيمة سميح كان ينتظر ظهورها، خصوصا بعدما أعلن عن تكريمها رفقة الفنان القدير محمود الإدريسي من قبل إحدى الجمعيات في حفل أطلق عليه ليلة وفاء. ولكن نعيمة سميح لم تحضر التكريم، وكثر في التعليقات تساءلوا عن السبب، والبعض أرجح ذلك لمرضها. وحنا تواصلنا مع ابنها شمس وقال لينا أن صحتها جيدة عكس ما يقال، وأن بالفعل تم الاتصال بهم لتحضر نعيمة سميح التكريم، لكنها ابتعدت عن الفن ولن تظهر في أي تظاهرة أو لقاء صحفي، ولن تصدر أي أغنية جديدة. كنشكركم لأن متبعي الأخبار ديالي وأنا في صحة جيدة غير الإشاعات. فآخر ظهور لنعيمة سميح كان سنة 2016 على خشبة مسرح أصوات نسائية بتطوان.
نعيمة سميح تركت الساحة الفنية للأجيال القادمة، لكن ستظل عميدة للطرب المغربي الأصيل، ومهما غابت صوتها في أذهان عشاقها لن يغيب. الجمهور أكيد كان متعطش لظهورها، خصوصاً بعدما عزيزة جلال عادت للفن وانتشر لها فيديو وهي تغني في أحد المطاعم. ولكن كما ذكرنا لن تعود نعيمة سميح للغناء، وإحنا كنت منو لها الصحة وطول العمر. وختامنا بأجمل أغانيها أمسية سعيدة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.